اشتغل في القضاء فضل يشتغلوا 60 بالعافيه ايوه بس هيبداوا يشتغلوا ساعات كلها 87 شغالين منهم 80 وهم طالع رم ويشغلوا الباقيين برضه يعني صح افتح الباب افتح الباب افتح الباب يا ظهرك ايه بص احنا عندنا في القاهره مشروعين مهمين جدا دلوقتي، مشروع تطوير القاهره الخديويه اللي هو بيشمل المثلث ما بين ميدان التحرير وميدان عابدين وميدان العتبه وميدان رمسيس وكل ما بداخله من منشات مباني، ده طراز معماري مسجله، ده طراز معماري، واحنا بنحاول احنا نستعيدها تاني بشكلها الاصلي، مش بس المباني لكن الشوارع، وانتم شايفين الترتيبه اللي تعمل في القاهره دلوقتي، من منع مرور السيارات، من نقل الباعه الجائلين، من ترميم واجهات المباني، واحنا مستمرين بقى، احنا خلصنا يمكن 30% من الشغل دلوقتي ومستمرين، يمكن ناخد سنه كمان ولا حاجه عشان ننتهي من ده. احنا عندنا في المقابل كده في مشروع تاني اللي هو تطوير القاهره التراثيه، القاهره التراثيه بتشمل بقى مناطق في القاهره زي المنطقه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ومنطقه الازهر والحسين والخليفه هنا، المنطقه اللي فيها جامع السلطان حسن والرفاعي والقلعه ومنطقه الفسطاط جنوبا والاحياء الشعبيه هنا في الجماليه زي سوق السلاح وزي باب الوزير وزي المنطقه دي. فاحنا هنا النافوره الميدان الخليفه هنا او ميدان صلاح الدين ده تقريبا المكان ده كان مهمل، لم يعمل من حوالي 20 سنه، احنا اعدنا تأهيله مره ثانيه، احنا اتمنى كان حد يجي يزوره هنا مثلا من شهرين ولا حاجه. وبنتكلم احنا بقى مع وزاره الاثار في شان العنايه بالمنشات المحيطه بيها والمساجد انها مسجله كاثار احنا ما نقدرش نشتغل فيها. خروجا من الميدان ده ووصولا بقى لمنطقه الجماليه، في عندنا هنا شارع باب الوزير وفي عندنا شارع سوق السلاح، وانا ارجو ان انتم تزوروا شارع سوق السلاح لان احنا عملنا فيه اعمال تطوير كبيره جدا، وعملنا عمليه رصف للشوارع واعاده تاهيل بعض من المباني اللي في المنطقه، وقريبا انا افتتح فيه مركز للحرف اليدويه اللي مشهور بيها المنطقه هنا، سواء منفذ للبيع او مراكز للتدريب للحفاظ على هذه المهن التراثيه وتوطينها في المنطقه مره ثانيه. القاهره طبعا اعتقد القاهره يعني كنز كبير جدا يحتاج ان احنا نعتني بيه، احنا كمواطنين واحنا كمسؤولين محتاجين نعتني بيه عشان نعيد يعني اخراجه واظهاره للعالم على افضل ما يكون. اي بلد في العالم اللي عندها مبنى واحد من ال 20 مبنى اللي حواليا ده، لو بلد في العالم عندها القلعه او بلد في العالم عندها مسجد السلطان حسن او الرفاعي او حاجات كده كانت قومت الدنيا وما حلتهاش.
احنا عندنا من ده العشرات والعشرات اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها، زي مساجد الشهيدين حسين والازهر ومسجد عمرو بن العاص والكنيسه المعلقه وكل الحاجات الجميله جدا الموجوده عندنا في مصر. يعني مجهودنا هنا هو عباره عن يعني حاجه متواضعه من ضمن وخطوه من ضمن خطوات كبيره احنا بنعملها لاعاده اخراج شكل القاهره كما يجب ان تكون. يعني بالمناسبه للزياره النهارده اللي بنتكلم عليها دلوقتي ولا مفيش مشكله؟ احنا في يعني زي الجميع ما عارف انه حصل خلال 3 شهور اللي فاتوا كده بعض من الانفلات في الاسعار. انا اعتقد والجميع يعتقد انه الانفلات غير مبرر، ويمكن يكون مرتبط ب جشع بعض التجار، ممكن يكون مرتبط ب يعني سلسله التداول للسلعه من ساعه بتطلع من عند الفلاح في البيت لحد ما توصل للمواطنين. الدوله عليها دور، الدوله لاعب اساسي في المجتمع، لان هي عليها انها تحمي ناس محدودي الدخل. عليها دور، الدور ده حاجه من الاثنين، يا اما الدوله تدعم الناس مباشره بفروق سعر وده اللي موجود في بطاقات التموين وغيره من الامور، او عليها كمان انها تتدخل في السوق وتخفض الاسعار عشان تخلي الاخرين عشان يبيعوا يضطروا ان هم يخفضوا اسعارهم ايضا. فده اللي حصل دلوقتي، مجموعه منافس في اماكن متفرقه من القاهره بتخفض الاسعار، واختيار الاماكن الشعبيه اللي فيها ناس فعلا من ابناء الشعب المصري اللي هم يحتاجوا دعم المهتم للدوله، اعتقد ان الاختيار اختيار كويس. يعني المنتجات دي هل من شركات تابعه لجهات حكوميه في الدوله ولا الشركات دي بتعمل يعني في قوات مسلحه؟ لما تلاقي هنا خاص طلعوا الفلاح، لما تلاقي طلاطم طلعها الفلاح ماشي، لكن انا بقعد اقول القضيه كلها في مصر في التداول. يعني انت الطماطم اللي بتتباع هنا في اي مكان في القاهره عند البياع كده زي مثلا بتتباع ب 10 جنيه، تلاقي الطماطم دي متاخده على راس الغيط اللي ما بقوله بجنيه. كميه التداول الكتير ده هو اللي بيوصل السعر ده، وكل واحد بيحاول يعمل له هامش ربح لحد في الاخر حاجه بتوصل ب 10 جنيه هنا وهي اساسها موجود بجنيه على راس الغيط زي ما بيقولوا. فالتدخل الدوله هنا عن طريق اولا الناس تقلل هامش الربح، وعن طريقها نقلل مرات التداول، هو ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل هنا. ما دام الفلاح بيبيع طماطم بجنيه، احنا بقى بدل ما بتوصل للمواطن هنا ب 10 جنيه عاوزينها توصل ب 6 جنيه و 5 جنيه، وده اعتقد في مجال كبير قوي انه يحصل كل واحد تدخل في العمليه دي يبقى عنده هامش ربح بالقدر المناسب، او اللي نقل خد اجر مناسب على النقل وغيره. وهو على فكره ده دور الدوله في كل الدنيا، لازم محدش يقول ان احنا يعني ايه بنعمل حاجه ما هياش تقليديه، هو دور الدوله في كل الدنيا انها تتدخل لحمايه المواطن ساعه ما المواطن بيكون محتاج الدوله. صح؟ شكرا جزيلا. انا في جاي هنا القاهرة مش مدينة.
معانا كل المستويات المدينه كامله. تدخل انت لما بيحصل غلو في الاسعار؟ والله الدوله بتتدخل في حاجتين، اولا توفير السلع الاستراتيجيه الاساسيه للمواطنين، تاني حاجه بتتدخل في حته لما الاسعار في بعض السلع بتعلى فهي بتتدخل بتاريخ مباشر بحيث انها بتجيب السلع من الخارج مباشره فبالتالي بتنزل اسعار السلع في الشراء والتعاقد والتفاوض والفرصات الدولية في منظومة النقل كلها سواء الداخلي أو الخارجي في الاستقبال في المواني عشان أوصل لآخر لقطة اللي تفهمها ست البيت إن الكيلو بقى بكام. هل الفترة الجاية هيفتتح مجمعات أو أكشاك في أماكن ما فيهاش؟ ده رمز على فكرة، هو مش ده يعني أنا ومعالي المحافظ جايين، ده رمز اللي احنا يمكن هنتحرك على 2-3 كمان النهارده، انما في كتير بيتم افتتاحهم سواء في القاهره او خارج القاهره، انما احنا بندي رمز لحاجه بسيطه بتتعمل. خلي بالكم ان احنا عملنا كمان مشروع جديد مهم جدا اسمه جمعيتي. جمعيتي يعني الجمعيه بتاعتي انا، بتاعتي انا مين؟ انا الشاب الصغير اللي عايز ابدا مشروع اشتغل فيه. المشروع بتاع جمعيتي ده بيوفر له تمويل، مش قرض، تمويل يصل ل 100,000 جنيه، بيفتح في اماكن منتشره في 27 محافظه في الجمهوريه كلها، بياخد سلع بالاسعار اللي احنا تفاوضنا عليها، بيوصل للمواطن والشاب بيشتغل وبيكسب وبيتوسع. مجموعات كثيره من الشباب بدات هذا العمل بطريقه جيده، فاحنا بنشوف طرق كتير. هنوزع سيارات كمان للشباب تكون بالطوافق، هيبقى ليها نظام تتبع معين، ليها نظام لرصد الحركه، هتوجه للاماكن الاكثر احتياجا في الجمهوريه كلها. طبعا القاهره ليها نصيب كبير بحكم ان عدد السكان فيها كبير، بحكم ان هي العاصمه، فاحنا بالضروره بنتحرك في القاهره، لكن ده مش معناه ان احنا مش موجودين في كل المحافظات، بالعكس في محافظات موجوده فيها اكثر. محافظ
ورئيس الحي. بعد اذنك يا جماعه عشان سيادة الوزير يخش. هذا مش شايل هذا المايك شويه. ما جاش ليه النهارده؟ ما جاش ليه النهارده؟ بعد اذنك يا جماعه عشان سيادة الوزير يخش. ده نموذج من المنافس اللي بتفتتحها. احنا بنعمل مناطق تجاريه كبيره ومناطق تجاريه واجتماعات استهلاكيه، لكن كمان نتحرك على منافس صغيره تكون موجوده في احياء كتيره بحيث ان احنا نوصل للناس بطرق مختلفه، حتى بالمنافس الصغيره دي، بالقوافل المتحركه، بمشروع جمعيتي اللي بيفتح ميزه للشباب ان هم يقدروا يعملوا مشروعهم وجمعيتهم وندي لهم تسهيل ب 100,000 جنيه. احنا النهارده في الموقع ده في مساكن الزلزال، وده رمز لكتير من المواقع بنفتتحها. يمكن انا ومعالي المحافظ موجودين هنا، وكنا موجودين قبل كده في الخليفه، وموجودين في اماكن اخرى كتير طول الوقت. هنوصل للناس في القاهره، في المحافظات كلها، بقدر الامكان هنوسع المنافس. لكن المنافس مش هي كل حاجه، احنا كمان بالاضافه للمنافس بنحسن في شروط التعاقد وشروط الاتفاق مع الموردين بحيث توصل الحاجات باحسن الاسعار للناس. شكرا. سكه بس امك لا تدخل. عيني يا فندم، بس لو في اي حاجه تقول خبر ثواني عشان احنا لايف. حضرتك
النهارده على الانترنت. بص احنا النهارده يعني صباحا 9:30 صباحا كان تقريبا 99% من اللجان بدات بالفعل حصل زي امبارح برده شويه تاخير في مجموعه لجان حوالي 5 لجان، لكن الخمسه دول اللي كانوا متاخرين برده الساعه 10 صباحا كانوا الامور فيها مستقره والحمد لله رب العالمين. احنا النهارده يعني اطمئننا اولا من غرفه عمليات الامور انتظمت. النهارده احنا بنعمل جوله نزور المدارس في المعادي هنا وفي الفسطاط وفي سيدة زينب في كله في نطاق المنطقه الجنوبيه. الامور حتى هذه اللحظه امور تامينيا اكثر من ممتازه، من ناحيه تنظيميه كمان الخاصه بعمل الساده القضاه والمعاوني القضاه وغيره اكثر من ممتازه. حتى كمان احنا بنحضر دلوقتي لاماكن فرز الاصوات مساء بعد غلق الصناديق ان شاء الله باذن الله. دايما انا بتسال على موضوع يعني ايه نسبه الادلاء بالاصوات ونسبه المشاركه. انا متوقع ان شاء الله باذن الله الكام ساعه الاخيره هتبقى مهمه جدا في الفترة اللي احنا من الساعة 5 كده او الساعة 4 الساعة 9 تبقى فترة مهمة جدا، واعتقد يحصل فيها اقبال يعادل كل اللي حصل امبارح والنهارده صباحا. طب هل هناك شكاوى تقدمت المحافظة خلال اليوم الاول من العادة؟ لا احنا ما احنا اذا جبنا شكوى فاحنا جهة توصيل الشكوى، لانه الاصل في الموضوع هو اللجنة العليا للانتخابات. يعني طبعا في الوسائل الاعلام يعني ما يشير الى بعض التجاوزات اللي حصلت وحاجات زي كده، وانا بقول انه المسؤول عن تحقيق هذه الاشياء واتخاذ الاجراءات فيها هي اللجنه العليا للانتخابات، واحنا لو اي حد تقدم لنا باي شكوى موثقه هنرفعها ايضا للجنه العليا للانتخابات. لكن احنا مهمتنا في محافظه القاهره ومهمه القوات المسلحه قبلنا ومهمه الشرطه هي اولا العمليه التنظيميه ثم عمليه التامين، وده الدور اللي منوط بينا وده الدور اللي احنا يعني اجتهدنا اجتهاد كبير جدا احنا نقوم بيه، وهو اعتقد حتى هذه اللحظه الامور يعني فيها توفيق كبير جدا من ربنا. اذا كان ليا ان انا اقول كلمه ان انا ادعو الناس الى النزول والمشاركه اكتر، لانه زي ما قلت دي فرصه حقيقيه للناس تقول رايها، وفرصه حقيقيه انه مجلس النواب القادم يكون مجلس معبر عن راي المواطنين في اغلبيتهم بالفعل. يعني معظم المشاركين من كبار السن تفتكر ان الشباب ما شاركوش بقوه؟ لا انا طبعا انا عاوز يعني اقول ان ملاحظتك صح، وعاوز اقول برضو ان في برضو كتير من المشاركات تختص بها المراه ايضا، وده اللي كان حاصل في المرحله الاولى من الانتخابات، وده اللي كان حاصل في انتخابات الرئاسه، وده اللي كان حاصل في الدستور. فخلينا الاول نحييهم من الاول. لكن انا يمكن يبقى ليا طلب تاني بقى، يعني الى جانب حماسهم في النزول ممكن جدا يبقى حماسهم كمان ينطلق الى يعني طلب اخر، ان هم يبقوا هم القوه الدافعه لاولادهم وبناتهم وازواجهم ان هم ينزلوا كمان يقولوا بصوتهم. الام المصريه دي ملهاش حل، يعني هي مدرسه بالفعل ملهاش حل. فتقوم بقى كمان بالدور الثاني ده اللي احنا عاوزين نتكلم عليه، اللي هو تشجع بناتها واولادها وكل الرجاله اللي في البيت انه كمان ينزلوا يقولوا اصواتهم ان شاء الله. تمام. النهارده شهدنا افتتاح مجموعه من المنافذ اللي هي الفرع الافتتاحيه المدعمه. عايزين حضرتك تكلمنا عن افتتاح المنافذ. احنا شوفي كان حصل كده من خلال اتفضل عجيب. طب اوكي بره خلاص. تمام.
على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي. أنا أحب أقول للسادة المشاهدين الكرام الأمور كلها تمام تحت السيطرة. كل اللجان 2854 لجنة بتعمل بانتظام من بداية اليوم زي ما احنا شايفين في قوة التأمين من الشرطة ابتدى البقاء معظم اللجان الاعتدالية النهاردة كان الشعار الرئيسي في أي تنفيذات أخرى إضافية محتاجينها والإجابة كانت كل حاجة تمام. فأنا أعتقد إنه اللي مطلوب دلوقتي هو مساهمة ومشاركة أكثر من المواطنين. أنا أحس النهارده إن في مشاركة كبيرة من السيدات، في مشاركة كبيرة من الأعمار الأكبر شوية. إحنا قاعدين نشوف شباب، نشوف بنات، نشوف شباب رجال. عشان الصورة تكتمل وبعدين زي ما أنا بقول دايما إنه كان في سن الأقل الكل ضامن إنه صوته لم يضربوا هذه الانتخابات غير قابله للتغيير. سامعاك يا شيماء. وانه من المناسب جدا انه مجلس النواب القادم يكون ممثل من اكبر كميه ممكنه من الساده. انا بس اول احيي القوات المسلحه وانا معايا في اللي هو نادي قائد قوه تامين القاهره. احيي الساده القضاه والشرطه والدور الكبير اللي ويبقى بقى الدور النهائي للمواطن المواطن. هل هناك فندم خروقات تم رصدها اليوم؟ خاصة أن هناك يعني علمنا أن مدينة السلام كانت بها بعض الخروقات لأحد لابن أحد المرشحين. بص احنا يعني المنوط بعملية أي تحقيق لهذا الموضوع هي لجنة عليا الانتخابات. احنا كلنا أدوات مساعدة للجنة عليا الانتخابات. اللي عنده يعني وقاعة محددة عليها أن يتقدم فيها على الانتخابات. احنا أيضا مستعدين إن احنا نساعد أي حد في توصيل أي معلومة للجنة. لكن الأساس في الموضوع هو مراقبة اللجنة العليا للانتخابات وهذا ما نص عليه القانون. طبعا احنا امبارح شفنا برضه في التلفزيون حالات قال هنا وهناك، لكن يبقى التنسيق الرسمي لهذه الأشياء وتقديمها من شرطة الكلية في كل البلاغات اللي هي يتم اتخاذ الاعتماد كده في شأنها يعني. لكن أنا خليني أختم إن أنا أقول لأولادنا وأخواتي الأصغر من الشباب والسيدات هذه فرصة عشان مجلس النواب اللي جاي يبقى مجلس الحاج ده يشرع لنا، مجلس ده هيراقب الحكومة النيابة عننا. فمن الأفضل أن نكون كلنا ممثلين في هذا المجلس. شكرا يا فندم. بالنسبة للمسيح 34 هذا المستشار من 34 في المسيح.